اسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، وفيها شاهد سعر الجرام ارتفاع طفيف بعد سقوط كبير خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفيه سقوط سعر الاونص عالميا. وفيها جاءت الاسعار كالتالي: سجل جرام الذهب عيار 24 914000 ليره للبيع و901000 ليره للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 22 840000 ليره للبيع و828000 ليره للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 21 803000 ليره للبيع و791000 ليره للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 18 688000 ليره للبيع و678000 ليره للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 14 583000 ليره للبيع و574000 ليره للشراء، وسجلت اونصه الذهب 2004 دولار فاصل 49 سنت. ما ننساش نشتري من محل صاغة موثوق ومضمون، وناخد فاتورة شراء فيها بيانات المشتريات ومختومة بختم المحل. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.